طلعت تقصير. قلنا ماشي، يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجة. بيقولوا الدكاترة إن القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن أنت طلعت أهبل. دي حاجات بتاعة ربنا يا تيتا، مش هنتدخل في شو ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله يا تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجاجع حضرتك فيه. يعني ايه هو يا ولد الموضوع اللي انت عايز تكلمني فيه؟ حضرتك بس مش عايز حضرتك تتعصبي، عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفه يعني، وبعدين عشان اعصاب حضرتك. في ايه يا تيتا؟ ايه اللي قلب الصوره دي؟ حضرتك احنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. بصوت حضرتك، بصوت حضرتك تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب، وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا، تيتا هويا، تيتا هويا. موتت فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده يا ابو ربيع؟ ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي. في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده منظر مدفن ده؟ يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قابله تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا امان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في ألمانيا رئيس وزارة، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فرصة حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، أنا هاجي الأسبوع الجاي وهبص على المدفن، إذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوري تيتا، بعد إذن حضرتك. يا ربيع فوق يا ربيع فوق. أنت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر. نجر. ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا، بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اتكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله. منو ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منو، مش تدخلي. اصل يا تيتا خرجت مش عارفه راحت فين، وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاضي قوي يا منو. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا مش هقول يعني. استنى شو يا منو، انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا، ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا. سوى منو، سوى مش هقدر بل، مش هقدر بل، مش هقدر بل. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار هتاكل نفسك وراها. انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارفه ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيرة، فاهم يا حيوان؟ تيتا سوء يعني، سوء يعني، اسف يعني. مش ملاحظة حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم بأساميهم، وانا طول الوقت حيوان، حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا ما نواك عنك ما طفحت. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلتلك يا بهيرة هانم، سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب ألماني زيها، الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه يا تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس.
ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم، تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزفي لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف قوم. انا زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك في البيانو ده اهو. فين؟ اه استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ايه ده؟ ماشي عشان عندي صداع اساسي. خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا وتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعة ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. اه ما تهميش ما تهميش، القعدة دي مش لجواز ولا بتاع، ده هما شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. ايه يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العدالة تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجأة فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن المصحف قوم افضحك قدام ستك. هي فكاكي شريفه يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل معاك ويخرب بكم. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه يمكن العلاقه تتطور. انت بتشربي مخدرات؟ ايه ايه مخدرات تتطور؟ ولا انت هتخين ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في كلامي، ممكن ما احترمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احترمي نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله، انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوقع من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يعني مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك، خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدودح شويه. مش معقول كسوفه، مش معقول. يلا تيتا يلا تيتا نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. ربنا ما حصل يا تيتا ربنا. ده انا تبيت حضرتك عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا. هو مجرد تعارف تعارف يعني. اصل المناة دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجاله قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حدك عمال زعق لي وده عمال يعمل لي. اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وورينا فتحه. ايه؟ قريتوا الفتحه؟ انا وباين. من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. اوه وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، وهو كمان الله يرحم الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا يا تيتا ده ليها اخ اسمه ابراهيم. يا تيتا لو شفتيه ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت حد يا تيتا؟ ابراهيم بيشتغل في الديكور يعني بيعملوا الديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا يا تيتا. ممكن نعم ممكن اقوم عشان حاسس اني اقوم عليا. يلا في 60 داهيه. تشك اب. مش عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام لو تقام شويه كده ولا كده. الله يسلمك الله يسلمك. انت تعرف الاشكال دي منين يا ولد؟ يا تيتا انت عارفه حضرتك الناس اللي بعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان. شاكرين قوي اتفضلوا يا حبيبتي. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاره منوره اللي زجز رؤوف. الله يخليك يا معلم. زجز رؤوف. شكرا. منور الدنيا. الله يخليك. ايه الحلاوه دي؟ الله. لا ما اقدر ما اقدرش مش هقدر مش هقدر مش هقدر. سوري سوري. اتفضلوا يا حبيبتي.
طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ انت تبقى مصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا حاضر يا حصلت لنا البركة. أحب أعرفك بالعيلة. أنا إبراهيم مصلحي. والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلحي. أختي موظفة كبيرة أوي في سوبر ماركت كبير أوي. شغالة مع رؤوف. أكيد حضرتك عارفة يعني. أما أنا بقى وأعوذ بالله من كلمة أنا أسطى نقاش كبير أوي. أسطى نقاش من اللي بيتعدوا على أصابع الإيد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا إبراهيم. ده إيده تتلف في حرير. جرايا يا حاجة. وماله نقاش لا مؤاخذة. أنا ما قلتش حاجة. الشغل مش عيب. بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايا رؤوف حضرتك يعني يخلق من شبه بعين. كل الناس بتقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اسبايم يعني ملامحه مصي قوي مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له. احنا جايين نخطب البنت دي مش جايين يا تيتا نشبع عباشو. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه. إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكم جوزوها له. يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقاومت. لا مفيش خير. خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا أخي ما تحترمي نفسي. لا يا جماعة صافوا منار. بلاش مشاكل يا إبراهيم. صلى على النبي تتسلم. حيوان قدامي يا حيوان قدامي. عرّة 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 مين يا دنادي؟ إبراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوز. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيلة يا حيوان. عيلة ايه يا تيتا؟ ما العيلة خلصت. ما فاضلش غير حضرتك وعبية دي. اتفضل دور. صح الله عظيم يا رب. ما في حاجة يا صدروف؟ حضرتك ليه دي جدتي ليك فينا يا حضرتك؟ انا بطمن. ما تطمنش بس الفضول. بحبش الفضول لو تقامر. ناس يا مش هقطعك شقطة. شكي قوي. طب تحرجني على فكرة. معلش معلش معلش.